النهاردة في تجارب حقيقية لينا لقاء مع جزء جديد من تجارب ومواقف حضراتكم اللي حصلت بالفعل. بس قبل ما نبدأ خلونا نقول ان ساعات وانت نايم ومتأكد ان كل اللي في البيت نايمين، واوقات كمان بتكون لوحدك في البيت، فجأة بتصحى على حد بينادي عليك باسمك، صح؟ مش كده صح؟ طب ما تستغربش صديقي، احنا مش عايشين لوحدنا. الأوضة اللي انت قاعد فيها وبتسمعني دلوقتي وشايف نفسك لوحدك وشايفها فاضية، مش انت لوحدك اللي فيها. حتى لو بتسمعني في الشهر الكريم، انت مش لوحدك، احنا معاك. الجن الساكن في اي مكان على الارض موجود، وفي عمار المكان، منهم الضعيف ومنهم القوي الشديد. ويقال ان اغلبيتهم من قبيلة من اكبر قبائل الجن، اسمها قبيلة بنو غيلان. الملك بتاعهم اسمه طارش، وهذا الاسم بيستدعى بيه العديد والعديد من فصائل الجن. ليه اسامي تانية ما يعرفهاش غير ناس معينة، المتعمقين تحديدا يعني في علوم الجن والسحر. بالنسبة للعمار او العمار، هما بيسكنوا معانا في اي نوع من انواع السكن، بيوت ماشي، معامل شغال، مصانع مفيش مشكلة، فنادق ياريت، بيسكنوا معانا وموجودين في كل البيوت بلا استثناء. من الحاجات المميزة ليهم كمان ان طبيعتهم قريبة من طبيعة البشر بنسبة كبيرة جدا، ليهم حياتهم الخاصة زيك وزي بالظبط، فيعني نتعامل بقى ان هو الموضوع ده شيء عادي جدا ويجب تقبله. يعني بيقال ان دياناتهم بتبقى على ديانة اهل البيت اللي هما موجودين فيه، بس احيانا بيحصل ان في ديانة لعمار المكان بتكون عكس ديانة اصحاب البيت، احيانا ده ممكن يعمل مشاكل. ممكن تعرفهم عن طريق انك لو حسيت ان حد ماشي على يمينك بيقال ان ده طيب، لو حسيت ان حد ماشي ناحية الشمال فده الخبيث. عمار المكان عددهم في البيت بيكون ما بين 3-7 افراد، حالات قليلة تم اكتشاف ان عددهم بيكون اكتر. زي ما قلنا الساكنين معانا في البيت في منهم الطيب وفي منهم الخبيث، في منهم اللي بيعمل مشاكل وبيضطر الاهل لصرفهم بمعاونة اهل العلوم الروحانية، ولكن حتى اهل العلوم الروحانية بيحاولوا يصرفوهم بكل ادب لتجنب المشاكل. تيجوا نبدأ تجاربنا النهاردة؟ عمرو جعفر بيقول من حوالي 10 سنين سكنت في شقة كده مسكونة. تصدق يا يونس ان انا سكنت وانا عارف ان الشقة مسكونة، لاني عارف ان كان فيها راجل قتل مراته لما شك في سلوكها. مجنون انا صح؟ انا مكنتش خايف، السمسار حكى اللي حصل وقال لي انا عملت اللي عليا. قلت له لا مفيش مشكلة انا هأجرها. خلينا اقولك ان ايجارها كان زهيد جدا. قضيت في الشقة دي يا يونس ليلة واحدة. ايوه هي ليلة واحدة، بعد كده خلاص سبتها وما رجعتش تاني. طبعا تحب تعرف اللي حصل، اسمع يا عم. اللي حصل ان انا بالليل وانا قاعد فجأة لقيت المروحة بتشتغل لوحدها شوية، وسمعت تنقيط من الحنفيات، وبدأ التنقيط يزيد والحنفيات اتفتحت على الآخر. رحت أقفل الحنفيات، المية اللي كانت نازلة من الحنفيات ريحتها، لو قلت لك إن ريحتها قبر مش هكون ببالغ. شغلت قرآن وقلت إيه ما نشوف هيحصل إيه تاني. صحيت الآن فجأة، في طبيعة الحال البني آدمين لما بيصحوا فجأة أول حاجة بيفكروا فيها إيه؟ يقوموا يشربوا، يقوموا يدخلوا الحمام. لكني لما صحيت وتحركت اكتشفت إن نور الأوضة
السهاري الصغيرة هي اللي كانت منورة، لكن باقي الشقة كانت كلها ضلمة كحل. أنا طبعا لا عارف أماكن نور ولا عارف أماكن زراير ولا أي حاجة. فضلت ماشي بالراحة ومادد إيدي قدامي علشان أوصل لأي حاجة، لكن نفخة بسيطة فقفايا كأن حد بيغلس عليا. اترعشت، ما بقيتش عارف اتلم على نفسي. بعد كده بدأت أسمع صوت حد بيصفر. وصوت الصفير في العادي يعني حاجة متخوفش، ولكن تخيل معايا انت واقف في الضلمة في بيت عارف انه مسكون ولوحدك والدنيا كحل وحد بيصفر لك. ترعشت، خفت اكتر، حاسس ان قلبي هيقف. فضلت اخبط وتخبط يمين وشمال، وكل التخبيط اللي انا بخبطه في الحيطان انا حاسس زي ما يكون في حد بيزقني. ما اقدرش اجزملك واقولك ان ده حقيقي، لكن انا كنت حاسس ان انا بدفع على الحيطة. لكن حاجة مادية قوي احكي لك عنها بصراحة مفيش. وصلت لباب الشقة وخرجت، نور السلم كان منور. وقفت برا شوية، في اللحظة دي نور الشقة كله رجع. وشفت لك ايه يا يونس؟ شفت لك على دراعي، انا مشعر في دراعي في شعر كتير، مكان قبضة ايد الشعر كله محلوق منها. مش مرسوم قبضة، لكن المساحة كأن حد كان ماسك بإيده كده مكان ايدي، والمكان ده ما فيهوش شعر خالص. ما علينا، انا المهم مشيت ومرجعتش المكان تاني. بس وانا لحد دلوقتي وبكلمك المكان ده لحد دلوقتي الشعر ما بيطلعش فيه تاني. تجربة صديقنا من عمر هتخلينا احكي لكم تجربة بالظبط، والله احكي لكم زي ما صاحبها حكاها. ما اعرفش يا ترى هيكون سامعني ولا لا. كنت رايح يوم 2 رمضان اصلي في جامع سيدنا الحسين، وكان معايا عمرو صاحب. فبعدين ايه، بتكلم مع عمرو، فلقيت سواق التاكسي بيقول لي هو حضرتك مين؟ فما ابتسمت كده ومع بقتش في عمرو. قالوا لي انا انا عارفه، انا شكله مش غريب عليا وعمال وصوت مش عارف ايه. فعمرو قال له فلان، قال لي انت جيت لي في الوقت المناسب. قلت له في ايه يا عم؟ قال لي ده انا عندي كذا حكاية احكي لك عليهم. قلت يا سيدي احكي يا عم. قال لي في مرة كنت بسمع الرعب يوم الخميس بالليل، كلام معلمين، وصادف ان انا كنت معدي من جنب المقابر وانت كنت بتحكي عن حاجة خاصة بالجن وخلافه، وانا لما بسمع الرعب انا بندمج يا يونس بشكل غريب. وفجأة لقيت لك من وسط الترب واحد طالع بيشاور لي عشان اعدي، يعني عشان اقف له. ما كانش مواصفاته ولا شكله ولا حاجه مريبه ولا مخيفه ولا حاجه، هو بني ادم عادي جدا، لكن مع اللي انت بتحكيه ومع انا مؤهل لايه، انا اترعبت ما وقفتلوش. لكني بعد ما عديت بصيت ورايا ما لقيتوش،
وهحكي لك حكاية تانية يا يونس. وأنا في الجيش كان وقت النبطشية والحراسة بتاعتي، كنا كلنا في مع بعض في قطة موجودة، قطة عادية جدا ولا سودة ولا حاجة، قطة عادية جدا وكلنا بالعكس بنحبها ومسليانة وبنأكلها وخلافه يعني. فأنا في النبطشية بتاعتي وبالليل متأخر لقيتها جاية، طبطبت عليها وكان معايا لقمة كده وأكلتها بس كانت غريبة غير كل مرة، بمعنى انها كانت ساكتة تماما، اكلت حاجة بسيطة جدا وقعدت. بيقول في الاول تمام طبطبت عليها وكويسة وكل حاجة، لكن تركيزها معايا قلقني، فزقتها كده بالراحة وقلت لها يلا بقى روحي ارجعي بقى شوفي حال سبيلك بقى وبكرة نبقى نتقابل. بيقول لي قامت واقفة على رجليها اللي ورا كأنها بتحاول تمسك حاجة، زي عارفين لما القطط الصغيرة بتلعب وبتبقى عايزة تعمل، فحسيت انها زي ما تكون بتلعب، فبدأت انكشها كده والعبها ومش عارف ايه. بس طول ما هي يونس كانت بتلعب في حاجة عمالة تقول لي مشي القطة دي لازقة بغيرها بقى، فقلت لها بسبست لها وقلت اللي هو تعالي ورايا، ومشيت وهي ماشية ورايا عشان خليها تروح يعني كأن يمكن تايها. تمشي ورايا يونس، اقف تقوم واقفه، مش واقفه قاعده كده، ارجع اتحرك تقوم ماشيه، ارجع اقف تقوم واقفه. لحد ما مشيت ورجعت مكاني. وتاني يوم الصبح اللي عرفته ان القطة كانت نايمة عندهم هناك مع زمايلي، ولا اتحركت ولا اي حاجة، بل بالعكس كانت موجودة واكلوها وكانت كلفتة في الغطا معاهم ودفيانة. تقول لي بقى القطة اللي جات لي امبارح دي مين؟ الله اعلم. أميرة بقى، أميرة بتقول من حوالي 8 سنين خالتي كانت حست بتعب كبير ونقلناها المستشفى، والدكتور طلب منها إنها تفضل محجوزة تحت الملاحظة لحد لما حالتها تتحسن. كان قسم الحجز غريب، معرفش ليه يومها قلت لخالي العنبر ده إيه، عنبر أموات ماله عامل كده ليه. نزلت اشتري شوية أكل وعصائر وأطلع تاني، لما دخلت الأسانسير كان معايا ممرضة، أسانسير قديم، حسيت بأشعارها في جسمي كده مجرد ما دخلت. لاحظت كمان إن الممرضة نفسها متوترة، الكلام ده وأنا لسه رايحة. نزلت وجبت الأكل والعصير، كنت عارفة ان الكهرباء احتمال تقطع او حاجة على ما يشغلوا المولدات، فقلت ايه ارجع بسرعة. دخلت الاسانسير وضربت رقم الدور، الله العظيم انا كنت مرعوبة، ما عنديش اي حاجة تخوفني لكني مرعوبة، انا من الناس اللي بيخافوا من الاسانسيرات يعني نوعا ما يعني، فغمضت عينيا لحد ما يوصل. وقف، لكن اللي حصل ان الاسانسير ما وقفش في الدور اللي هو المفروض ينزل فيه عادي يعني، حد كان طالبه يعني. ضربت الرقم تاني ما بيطلعش، في اللحظة دي قلت هكلم خالي مثلا يسحب هو الاسانسير من فوق، مفيش فايدة، الشبكة مفيش. Thank you.
خرجت من الأسانسير وقلت إيه هو فاضل الحكاية كلها دورين وخلاص. السلم كان يعني عتيق حرفيا. طلعت عليه معليهوش لمبة، طلعت الموبايل الكشاف. عايز اقولك ان الموبايل كشاف الموبايل بيخوف اكتر ما تبقى ماشي في الضلمة، عمال يخيلي بقى ويصور لي ان انا شايفة مصايب. كل ده هتقدر تقولي تهيؤات، هقولك اه، لكن لما سمعت صوت ست بتعيط جنبي في الضلمة، دي ما كانتش تهيؤات، بسم بالله قلبي وقف حرفيا وكان فاضل تكة وانهار. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ورجلي حتى مش قادرة تتحرك على السلم. لما كنت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كذا مرة ورا بعض كان عياطها يسكت. مجرد مقف علشان اخد نفسي اسمع صوتها قريب من ودني كأنها واقفة جنبي وهي بتعيط. انا بنت في الاول وفي الاخر، ما قدرتش اقاوم، ما قدرتش اتحمل. فضلت اصرخ اصرخ وارقع بالصوت وقعت في الارض لحد ما الناس اتلمت وجت، والكل قال ان انا كان بيتهيالي، فيما عدا ممرضة واحدة اللي نزلت معايا قالت لي ما تطلعيش على السلم ولا تنزل عليه، ده الاسانسير نفسه وانا طالعة ونازلة فيه ببقى حاسة ان في حد معايا فيه. تعالوا نروح لمروان. مروان بيقول: السلام عليكم. التجربة اللي احكيها دي حصلت معايا من 7 سنين تقريبا. كنت بصراحة مغرم بالعالم الخفي وقصص الجن والعفاريت، وبحب اسمع واقرأ اي حاجة بتتكتب عنهم. وفي ليلة كنت قاعد في اوضتي حوالي الساعة 1 بالليل، وكان من عادتي ان انا اقرأ كتاب او موضوع مرعب قبل ما انام. يومها كنت بقرأ في موضوع عن كتاب شمس المعارف الكبرى تحديدا. تليفوني رن. في اللحظة دي انا قلبي اتخلع زي ما بيقولوا يعني. طب ليه؟ لانه كان جاي من دولاب كنت بستخدمه للحاجات اللي ما بقيتش استعملها، كتب جامعة، تليفونات قديمة. اللي كان بيرن كان تليفوني القديم البايظ اللي مرمي في الدولاب، اللي مش مشحون، اللي مرمي بقاله كذا سنة، اللي عمري ما فكرت اطلعه حتى احاول اصلحه. تخيل بقى التليفون جوه الدولاب بيرن. فضلت واقف قدام الدولاب وانا جدتي متلبشة، افتح افتحش، اشوف اشوفش، ولكن الجبن سيد الاخلاق زي ما بيقولوا. لحد ما انا بكلمك ما فكرتش افتح الدولاب ولا اشوف التليفون من يومها كان بيرن ولا كان فيه ايه. وللسعودية على طول. عبد الله بيقول: التجربة دي حصلت مع خالي زمان خلال فترة السبعينات في يوم شتوي. خالي كان راجع من فرح في بلد جنبنا، كان راجع لوحده وهو ماشي سمع صوت زي السلاسل، وبعدها سمع صوت جمل. ما تلفتش لأن قال صوت سلسلة جمل تانية تايه يعني. الأصوات بقت عالية، بتقرب أكتر وأكتر. اتلفت
شاف جمل جسمه ضخم جدا، رجليه كانت طويلة عن طول رجلين الجمال العادية، ورجليه متسلسلة في بعضها بسلاسل. وكان حركته صعبة جدا. خالي بيقول ان اتجمد مكانه وما كانش عارف يروح فين، لان الشيء اللي قدامه ده شبيه الجمل ده كان واقف ومحتل مساحة كبيرة جدا، وكان بيتحرك برغم انه متسلسل لكنه بيتحرك. اي نعم الحركة متحجمة لكنه بيتحرك. بعدها بدأ خالي يجري 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 يجري، وسمع صوت السلاسل بتجري وراه لحد ما وصل لمكان زي جبل او ما تفهم حاجة زي كده، وكان فيه تجويف في دخله، وفضل قاعد فيه حوالي نص ساعة لحد ما سمع صوت السلاسل جاية من بره التجويف. يعني الجمل وصل، او الكائن ده وصل. بيقول فضل يقرأ قرآن ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحد الفجر، ومع بذوغ الفجر قدر يخرج ولقى آثار الكائن ده فعلا موجود على الأرض، يعني ما كانش بيتهيأ ليه. سمر بتحكي بتقول: عاوز اقول لكم في البداية ان عالم الدجالين ده بحر ملوش نهاية، وان اللي بيدخل جواه ممكن يغرق بسهولة، وان اللجوء ليهم لازم يكون بحساب. تجربتي هي ان انا من زمان كنت بعاني من المس او الجن العاشق وتعالجت، لكن من مدة بسيطة رجعت احس بوجوده تاني. توقفت عن العبادات، مش عارف اصلي ولا ارجع انتظم تاني، ده غير مشاكلي مع أختي دايما وخناقاتي مع كل اللي في البيت بالبلدي كده زي ما يقولوا بشكل دبان وشي. أبويا راح لأكتر من حد معالج لكني مفيش. أنا كل اللي عندي إن أنا عمال أفسر اللي عندي تفسيرات علمية الحقيقة. طب أقول لكم اللي بيحصل معايا. اول مره كنت نايمه حسيت ان انا ماسكه حاجه ووقعت من ايدي، وده حصل قبل خناقاتي مع اختي، وتسبب اصلا الخناقات دي ان كل واحده بقت في اوضه لوحدها بعد سنين طويله عايشين مع بعض. بعد كده بقيت احس بايد دايما ماسكه ايدي، وبعدها احس بشحنه كهربا ماشيه في جسمي، وما كنتش بقدر اتحرك ولا اتكلم ولا اي حاجه. كنت بشوف شخص بيكلمني في الأحلام بكلام مش مفهوم. بقيت أشوف حاجات وصناديق بيضة وسودة وخطوط متداخلة، وما كنتش بقدر أتحرك غير مع أذان الفجر، وقتها كل حاجة بتختفي. كل ده كان بيحصل وأنا صحي على فكرة، دايما في مشاكل وخناق مع أي حد. موضوع الإرسال مرفوض تماما، ببقى في الأول موافقة بعد كده رفض قاطع. أنا ساعد أمي في أي حاجة ده مرفوض وبيبقى غصب عني. فجأة ألاقي صوتي بيعلى عليها، وده عكس طبيعتي قبل كده. وقوفي قدام المراية بقى مبالغ فيه رغم تحذيرات الكل، وكذا مرة يحصل إن أنا أشوف ورايا ظل وأنا واقفة قدام المراية. في يوم حسيت زي ما يكون حد طعني، أيوة خبطني خبطة جامدة. المكان ده ورم، لحد ما واحد من المعالجين اداني زيت زيتون مقري عليه وقال لي امسحي المكان ده لحد ما الورم يخف. في مرة روحنا لمعالج وقال لي معلومات خاصة بيا ومحدش يعرفها عني،
واداني سدر وميه واعشاب علشان استحمى بيهم، لكني ما استعملتهمش. لما رحنا له مره تانيه قال لامي ان انا ما عملتش اي حاجه من اللي هو طلبها. قال كده بعد ما فتح كتاب غريب وبعدها طلب يزورنا في البيت، وبالمناسبة أخد فلوس كتير جدا. بعد شهر المعالج ده بمجرد ما بص في الكتاب بتاعه قال إن في تحسن وإنه استمر على العلاج. نسيت أقول لكم إنه لا أرى قرآن ولا أدعية ولا أي حاجة تمت للدين بصلة. بعدها رحت لواحدة ست معالجة ورقتني الرقية الشرعية ونمت وهي بترقيني. شفت طفل مشوه، الست قالت لي ان الطفل المشوه ده جن وهو مع اهله في بيتنا عشيرة ساكنة في البيت، وان امي لازم تذبح خروف وتقدمه للفقراء. وفعلا امي نفذت كل اللي الست قالته وذبحت خروف ووزعته على الفقراء، لكن ما تغيرش حاجة. بعدها رحت لواحد كمان داني بخور وقال لي انه هيكشف مكان السحر. الغريب اني شفت بعدها نفس الطفل المشوه في حلم تاني ومعاه علبة فيها ورق غريب، وبعدها جه واخد مني الاسورة الذهب اللي في ايدي. بالمناسبة انا لما صحيت الاسورة كانت اختفت وكانت هدية قيمة وغالية عندي. لقيتها فين؟ لقيتها في كيس الزبالة. ايوه في كيس الزبالة. الحقيقة انا تعبت كل يوم من معالج للتاني للتالت للرابع، لكن هختم التجربة بتاعتي وأقول لكم ادعوا لي لأن أنا من سيء لأسوأ. ونروح لابتسام. القصة دي حكتها لي عمة الولاد، حصلت مع جيرانهم في الإمارات. كان جيرانهم ساكنين في بيت صغير حوالي سور، ودايما ابنهم الصغير عمره 3 سنين يقعد جنب اخر حته من السور ويلعب، وكانوا بيلاقوه يضحك لوحده وباصص في السور. وفي يوم مامته بتقول له انت كل يوم بتقعد هنا ليه بالذات يا حبيبي؟ قال لها علشان الولد الصغير اللي بيلعب معايا عايش جوه السور. بعدها كانت بتصحى بالليل تروح تطمن على ابنها تلاقي باب اوضته مفتوح، وهي من عادتها انها بتقفل عليه الباب كويس قبل ما تنام. ولا كانت تسأله هو ايه اللي فتح الباب، يقول لها لا انا ما فتحتش الباب انا كنت نايم. الحكاية دي اتكررت في اسبوع واحد 3 مرات، والست بتقول انها كانت كل مرة كانت بتبقى متأكدة انها قافلة الباب على ابنها بس بتلاقيه بالليل مفتوح. مين اللي بيفتح الباب عليه؟ لحد ما في يوم جالها ابنها وقال لها ان ابو الولد ده راجل كبير لابس اسود ودقنه طويلة وقال لي تعالى معانا. أمه قلقت وقالت له اوعى تروح معاه ده راجل مؤذي. هي كانت بتحاول تجاري ابنها في الكلام، بس في اليوم ده قفلت على ابنها الباب كالعادة ودخلت تنام. بعد شوية قلقت وحست ان جسمها مشلول وان في حد بيخبطها على ظهرها خبطات متتالية. حاولت تنادي على جوزها، صوتها خرج منها بالعافية مش مسموع. شافت واحد كبير في السن مع طفل صغير عمالين بيتحركوا في الأوضة من اليمين للشمال وبيقولوا كلام بصوت واطي مش قادرة تسمعه، لكنها في الآخر قدرت تتحرك. خافت قررت تسيب البيت وراحوا سكنوا في بيت تاني، والولد ما بقاش يلعب مع حد لحد ما في يوم رجع قال لها إنه صاحبه رجع وزعلان جدا علشان مشوا من غير ما يبلغوهم رايحين فين، وانهم تعبوا قوي لحد ما لقيوهم وانه رجع علشان يلعب معاه من جديد. اما هبة فبتقول انا مش كاتبة ولا بعرف اسرد واحكي، بس باختصار شديد من فترة مش بعيدة حصل ليا موقف وتأكدت اني بقدر اتواصل مع العالم الاخر يا يونس، ويمكن عندي قدرات انا ما كنتش عارفاها. كنت لسه متجوزة والبيت جديد عليا، وكل شوية اتخيل بظل او بحاجة بتجري زي القطة بس ما بلحقش اشوفها خطفة كده،
والموضوع بدأ يزيد. ولما حكيت لجوزي قال لي دي تهيؤات طبعا عشان حضرتك قاعدة لوحدك عادي يعني، بس الموضوع اتطور لحد ما البتاع بقى ضل بني آدم، وهوب الملامح بدأت تتضح كأنه حقيقي. وصفته لجوزي ورد نفس الرد، تهيؤات يا حبيبتي. في يوم كنت قاعدة وسرحت شوية وتقريبا نمت في مكاني، صحيت فجأة أول ما فتحت عيني لقيت نفس الراجل اللي كنت شفته قبل كده كان قاعد جنبي، مت في جلدي مش قادرة تتحرك ولا قادرة افتح بقي أو نادي على حد. الراجل كان ماسك في إيده شمعة، مش زي الشمع بتاعنا، هي شمعة وخلاص. حسيت بأشعرها وجسمي كله اتكهرب من الخوف، وفي نفس الوقت مش قادر اتحرك زي ما قلتلك، لحد ما هو قام ومشي. اتحركت من مكاني واقسم اني لغاية دلوقتي مش عارفة اللي حصل ده حلم ولا حقيقي. وبرضه كالعادة احكي لجوزي يقول لي بطلي تخريف بقى. ما كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل لحد ما في يوم والدة جوزي بتفرجني على صورة من صورهم القديمة، وشفت الشخص ده في صورة منهم. صرخت وقلت لهم هو مين ده؟ لقيت جوزي شد الصورة وخباها. انا مسكتش وفضلت اسأل وزن وقلت لحماتي اللي في الصورة ده انا شفته قبل كده، شفته كذا مرة، شفته كتير. عارف مين يا يونس؟ ده حماية الله يرحمه اللي مات من زمان. ريما من سوريا مقيمة في مصر. أنا في كلية من زمان أسمع عن الجاثوم، وفي الوقت ده ما كنتش أعرف حاجة عنه، بس كنت بحب أقرأ في الحاجات دي اللي هي أمور الجن واشتري كتب وافضل أدور على معلومات عنهم. قريت كتير عن الجاثوم وشدين للقراءة عنه، وسمعت عن ناس مرت بيه، بس أنا عمري ما كنت مريت بتجربة الجاثوم، وكنت بقول هو ده شلل النوم التفسير العلمي يعني، ومفيش جن ولا عفاريت ولا الكلام ده. لحد ما في يوم جالي ومريت بالتجربة بكل تفاصيلها، ولحد دلوقتي كل ما بفتكرها بتعب وبتخنق وصدري بيوجعني. المهم من شهرين ونص كنت نايم عادي زي كل يوم، وحسيت ان جسمي وايدي مولعين نار وبعرق بطريقة غير طبيعية. شلت من عليا الغطا وحاولت اني اعدل نفسي في النوم، ونمت على ظهري، نبضات قلبي زادت بطريقة فظيعة، جسمي اتخشب، ما قدرتش اتحرك، لساني اتعقد، وكل اللي كان جاي على لساني يا رب يا رب، وكل اللي جاي على بالي ان ده الموت وان انا بموت. لقيت بعدها جسم قريب، شكله قريب من البني ادمين، بس كان على ما اتذكر مشعر قوي، ظهره محني لقدام. الكائن ده مشي قدام السرير وتحرك ببطء، وبدأ يصدر صوت عامل زي الفحيح، وانا مستمرة في اني برضو بقول يا رب. وبعدها غبت في النوم. شوف برغم كل اللي بقوله لك غبت في النوم. لما صحيت تاني يوم، والموضوع لحد دلوقتي معرفش هل كان حلم ولا الجاثوم، وهل الجاثوم لما بنتعرض ليه لما بنخرج منه بننام. طيب صديقتي انا هقولك حاجة، انا تعرضت للجاثوم كتير جدا، هو مؤخرا ما بقاش بيجي يعني، لكن تعرضت له زمان كتير جدا، لدرجة ان انا حكيت لكم في مرة ان انا كنت لوحدي في البيت، وفتحت باب الشقة لاني افتكرت ان انا بموت، وقلت عشان لما اموت الناس تعرف تلاقيني. والله العظيم ده حصل. تاني يوم كلمتهم في البيت وفضلت حرفيا ابكي وعيط، لاني كنت حاسس ان فعلا ده ملك الموت وان انا بموت. الجاثوم لما بيجي احنا بنصحى على الحاله دي، ما بيجيلناش واحنا صاحيين، احنا بنصحى يعني، انا فيما يخصني يعني بصحى على الحاله بتاعت شلل النوم، وبتاخد وقتها اللي هو لا يتعدى ثواني، ولكن احنا بنحس بيها انها طويله جدا.
وبنبدأ نحاول نقول يا رب أو نذكر ربنا أو أي حاجة، في الأول بتبقى صعبة جدا جدا جدا، لكن واحدة مرة في التانية بنبدأ نقول لحد ما بنتخلص منه وبنرجع جسمنا يفك تاني. بنسبة 99% فعلا بعد ما بتروح الحالة أنا بدخل في نوم فجائي، ما بعرفش أقوم مثلا واتخلص أو منه أو إن أنا أقوم أتحرك، لا لا خالص. مجرد ما هو بيفارقني أنا فجأة بدخل في حالة نوم عميق جدا. وممكن على فكرة يكون هو بيختلف من شخص للتاني، بس أنا ده اللي بتعرض ليه. ونروح لتجربة لصديق لينا محبش يقول اسمه. بيقول أنا كنت متعود كل أسبوع أروح أزور قبر أمي، وفي يوم اتأخرت ورحت المقابر بالليل. المقابر عندنا ليها أكتر من 4 أبواب، المهم في باب قريب جدا من قبر والدتي وده بعيد عني، لكن أقرب باب ليا أدخل منه بعيد جدا عن قبر أمي، يعني الباب ده في أول المقابر وقبر أمي يعتبر في آخرها. المهم دخلت أمشي بين القبور، وفي لحظة دخولي وأنا مش مستريح حاسس بقلق، طبعا أنا غبي طبعا أنا أروح في الوقت ده. المهم كملت ماشي في طريقي وسط المقابر لحد ما لقيت قدام قبر تعبان طوله فوق 1.5 متر. شكله بشع. دخل في صبارة مزروعة قدام قبر تاني، دخل تحتها واختفى. فضلت واقف عمال اقول يا ترى ده تعبان بجد ولا ده جن ولا ايه، وما بقيتش عارف اعمل ايه اصلا. كملت ماشي، قلت انا ماليش دعوة بيه، وتكرر الموضوع تاني بنفس السيناريو، بنفس التعبان في قبر تاني بعد القبر اللي عديت جنبه، ممكن بعديه ب5-6 مقابر تانيين، نفس التعبان نفس الحركة، ودخل في حوض زرع من الحواض الصغيرة واستخبى فيه. انا كان نفسي يومها اوصل لقبر امي عشان اقرأ لها الفاتحة، لكني جريت الحقيقة، جريت. ولما سألت امام الجامع يومها تاني يوم الحقيقة قال لي ده جن، وكويس انك مشيت. ونروح لتجربة لصديقة لينا. بتقول في بداية جوازي قعدت انا وجوزي في شقة، وبعد سنة بسبب ظروف شغل جوزي عزلنا من شقتنا ورحنا شقة تانية. من اول ما دخلت الشقة مش مرتاحلها، اعتبتها كده تقيلة على قلبي وعايز امشي. طبعا لما قلت لجوزي اتخانق معايا وقال لي ده اكل عيشي وانا افصل لك شغل على مزاجك وكلام ملوش لازمة يعني. فسلمت للامر الواقع وقعدنا ورتبنا حاجاتنا. جوزي كان بيبات كتير بسبب شغله الله يقويه، وبيجي لي يومين بس في الاسبوع. اول كام يوم في الشقة مشت الموضوع، مجرد ان انا قرفانة متضايقة زهقانة. على فكرة انا مش من النوع اللي بيخاف، تقدروا تقولوا قلبي جامد، انا بس كنت مخنوقة مش خايفة. في يوم دخلت انام عادي صحيت على هزة في كتفي، هزة. حاولت افتح عينيا مش عارفة، زي ما بقول لكم مش عارفة افتح عينيا. جوايا هاجس عمال يقول لي انتي لسه نايمة، انتي لسه نايمة. وانا بغمض عينيا انا شفت ست عجوزة واقفة في الأوضة. مديت ايديا الاتنين على عينيا علشان افتحها بالعافية، مقفولة لكني شايفاها برضو كأنه حلم.
الست دي اديتني ظهرها واتحركت وخرجت برا الأوضة. خرجت وراها وأنا مسلوبة الإرادة. راحت عند باب الشقة وبصت من العين السحرية، وبعد كده بصت لي، فقمت أنا كمان مميلة راسي ناحية العين السحرية وبرضو قفل عينيا. لقيت راجل كبير في السن لابس عباية واقف على الباب عايز يدخل. اتلفت لها لقيتها داخلة راجعة الأوضة بتاعتي، دخلت وراها. بس لما دخلت وراها لقيتني نايمة على السرير، ودي كانت آخر حاجة. وبعدها اكتشفت ان كل ده كان حلم، حلم بكل تفاصيله. تعرف بعد سنتين ونص ان انا عرفت انه ما كانش حلم. هي اولا ما جاتش تاني وما شفتش اي حاجة تاني. طب ازاي بعد سنتين ونص؟ بعد سنتين ونص لقيت باب الشقة بيخبط، ولقيت بنت حوالي مثلا 33 سنة 34 سنة بتخبط عليا وبتقول لي انا هسأل حضرتك سؤال وقولي لي اه ولا لا وهمشي. قلت لها اتفضلي. هي ماما جت زارتك؟ قلت لها مامتك مين؟ انا هنا يعني علاقاتي ضيقه قوي. ماما جت زارتك وانت نايمه؟ ست عجوزه وكانت لابسه جلابيه لونها اسود. ايه؟ وكان في واحد كمان واقف عند الباب، والست العجوزه دي خلتني ابص من الباب. طيب هي زارتك تاني؟ ممكن لو زارتك تاني تقولي لها تسامحني؟ لا ما زارتنيش تاني ولا حاجة. بس يعني ايه يعني ايه؟ هو ده ما كانش حلم؟ كل اللي سكنوا في شقة امي وابويا كانوا بيشوفوها. لو زارتك تاني قول لها انا اسفة، قول لها رجاء بتقولك اسفة وندمانة، وخليها تسامحني هي وابويا. رويدة بتحكي وبتقول: أنا تجربتي اعتبروها تجربة جهل. عاوز أقول إن عالم الدجل في الحقيقة غير اللي انتوا بتسمعوه أو اللي بتقروا عنه. ده عالم مرعب، واللي بيدخل فيه بيشوف العجب، عجب العجاب. بعد لما اتجوزت لفيت على دكاترة علشان موضوع الخلفة، بس للأسف مفيش نتيجة. أخدت أدوية كتير وعملت عملية حقن مجهري أكتر من مرة وللأسف فشلت. أهل جوزي بقى كتر ألف خيرهم بدروا يدوروا على أي حاجة وأي طريقة، وإلا هيجوزوا غيري. خدوني لواحد من اللي بيقولوا عليهم المباريك، ليه كرامات عشان موضوع الخلفة. رحت مع حماتي عند الراجل ده، حاجة كده يونس، حاجة قرف. خدني في أوضة وقال لي هكتب على ظهرك، وطلب مني أكشف جزء من جسمي. رفضت، قلت له لا، عايز تكتب اكتب على ايدي، على كف ايدي، على رجلي. ابتسم ابتسامة تهكم وقال لي خلاص هكتب على ايدك. تقريبا قلق من الشوشرة. وقام كاتب على ايدي، وجي عند ضوافري جاب قلم تاني رفيع خالص وكتب على ضوافر ايدي، وعمل علامات بالطول والعرض كده على ضوافر رجليا. وطلب مني ان انا ممسحش ده وما اخدش دش ولا اي حاجة، وبالتبعية ما صليش يعني. مرت الايام وما حصلش اي حاجة. ولا حمل ولا اي حاجة، لانه كان بيقول لي كله هيحصل في زمن قياسي. بس حصل حاجة تانية، ان انا بقيت اشوف كل يوم في المنام
واحد شكله وحش جدا. ما كنتش بشوفه من اول ما نام، انا كنت بشوفه في اخر وقت في النوم قبل ما اصحى. بالبلدي كده مجرد ما جوزي يخرج يروح الشغل كان هو بيظهر في الحلم. ايوه كان بيظهر في الحلم، لدرجة ان ممكن اكون بحلم حلم عادي واذ فجأة يخترق هذا الرجل الحلم. الموضوع استمر اسبوع، كنت بقوم مفزوعة من النوم، كنت بهدى شوية لما اذكر ربنا واقرا قرآن، لكن كان بيجيلي حاجة زي حالات هستيرية فجائية وافضل اصرخ واصوت. امي لما عرفت قالت يا بنتي انتي محسودة ولا معمول لك عمل، جت وبخرت البيت ومسحته بمية وملح. جوزي جاب شيوخ من بلاد بعيدة واستعنا كمان بالراجل ده تاني مرة كمان، مفيش فايدة، اللي بهدل الدنيا جاي من جديد. انا عشت في معاناة لمدة سنة، من معالج لمعالج، من دجال لدجال، من شيخ لشيخ. كنت اهدى شوية واعيش حياة طبيعية فترة مؤقتة جدا، وبعدين ارجع اشوف كل الكوابيس من جديد والموضوع يتكرر تاني، والشخص ده على طول ما أنسني يعني وما بيسيبنيش. بقى جوزي يصحيني وانا نايمة ويقول لي ان انا كنت بزعق وبقول كلام مش مفهوم، وبمد ايديا قدامي وبقول لواحد ابعد. بدأت الناس تقول لجوزي ان انا ملبوسة، ورجعنا كملنا جولتنا على المعالجين. عارف عملوا فيا ايه؟ بقوا يضربوني. ايوه بقيت اتحبس، اتعمل لي زار، كل اللي تتوقعه اتعمل فيا. بقوا يشكشكوني بإبر ويقول لي ده علاج معرفش بإيه. لحد ما كرمني ربنا ورحت عملت عمره. واحد من المشايخ اللي هناك رحت له وبكيت له، كان مصمم ان اللي عندي ده حالة نفسية، لكنه وانا ماشية قال لي خد يا بنتي اقري ده وثبتي ده وحافظي على الصلاة بتاعتك هنا في الحرم وان شاء الله هتروحي سليمة. وكأنه سحر يا يونس، ولكنه سحر طيب. كل حاجة خفت وكل حاجة راحت. ونروح لتجربة أحمد. بيقول من حوالي 5 سنين كان عندنا في المنطقة شاب بيشتغل برا في الخارج، وقعد هناك فترة طويلة، ولما رجع قرر يتجوز. خطب واحدة قريبته، اشترى أرض وعمل بيت كبير وجهز شقة على أحدث طراز، وجاب أحدث أجهزة وفرش وأثاث، وكل حاجة كانت غالية جدا لدرجة إن الكل بقى يحكي عن الحاجات اللي اشتراها في بيته. شقة ما شاء الله شبه القصور، واسعة، عفش جديد، يعني حاجات زي ما يقولوا كده ايه، ما تعرضتش في اي حتة. وعمل فرح كبير واتجوز، وفات اول اسبوع على العروسين في الشقة. في الاسبوع الثاني الزوجين بقوا يسمعوا صوت اشبه بصوت انفجارات، يتفزعوا ويقوموا يجروا يدوروا على مصدر الصوت، يلاقوا مرة الدولاب مقسوم نصين، مرة الجزامة متكسرة، مرة كراسي السفرة متفسخة. حاجة بقت تخوف، مراته تلاقي المفرش على السرير متقطع من جوه من تحت، حاجة غريبة. كاسات العصير متكسرة، أكتر من جهاز في البيت اتحرقوا. بصموا بالعشرة وأيقنوا إن في سحر معمول لهم أو في حاجة يعني. لحد ما في مرة الزوجة يا عيني كانت بتجهز الفرن بتاع البوتاجاز علشان تعمل الأكل، هب في وشها
حرق حواجبها وحرق يعني حروق في وشها للأسف يعني صعبة. راحوا بقى المشايخ وجابوا ناس كتير البيت، والكل أجمع إن ده سحر ممزوج بالحسد. وفضلوا بقى يرقوا في البيت ويحصنوه مدة طويلة جدا لحد ما ربنا عفى عنهم والموضوع اتحل. صديقة لينا بتقول هو موقف غريب قوي بمناسبة رمضان والشهر الفضيل، لكنه مش موقف مرعب. ليا واحدة صاحبتي حكيت لي في يوم وقالت لي انها حلمت انها كانت ماشية في طريق ترابي، وبعدين وقف ليها ميكروباص، وكان جنب الباب شاب وسيم ليه هيبة كده ملتحي ولابس ابيض. قال لها ركبي. ركبت، وبصراحة وحسب كلامها هي ما خافتش، بالعكس كانت حاسة زي ما بقولك بهيبة. وبعد شوية جت شاورت بنت تانية عايزة تركب، فبتقول لهم رايحين فين. الشاب رد وقال لها مشوار مش هتحبيه. البنت اتخضت وخافت وقالت لا لا انا خايفة، انا مش روحوا انتوا. صاحبتي بقى سألت الشاب هي ليه خايفة رغم ان طريقنا جميل وانا حباه. بتقول انها كانت بتقوله الكلام ده وهي من جواها عايزة تقول كلام تاني، وعايزة تقوله انتوا رايحين بيا او انت رايح بيا فين، لكن لسانها كان بينطق كلام تاني. بتقول وصلنا لأرض فيها بيوت كتير وشكلها حلو جدا، ولقيت اكتر من حد واقفين في انتظاري. وبعدها صحيت من الحلم في نفس اليوم اتقدم لها شاب وسيم على خلق ملتزم دينيا، وفسرت الرؤية دي ان ده الشاب اللي جالها. ولما حكيت لي انا قلت لها هو فعلا ده، لكن يا يونس التفسير كان كده غير كده خالص. صاحبتي توفاها الله بعد الخطوبة بايام، سكتة قلبية. الرؤية اللي شافتها ما كانتش رؤية خطوبة، كانت رؤية الجنة بإذن الله اللي هي راحتها. ما كناش فاهمين الرؤية وقتها، لكني فهمتها بعد ما توفاها الله. ونروح ليوسف اللي بيقول انا بعد ما خلصت دراستي بفتره اشتغلت في مستشفى، وبصراحه انا مش عارف المستشفى دي ايه اللي كان فيها، بس كان بيحصل فيها حاجات مش طبيعيه، وتقريبا كل اللي شغالين فيها اتعودوا على كده. المهم انا اوقات كتيره كانت الظروف بتضطرني ان انا بات هناك في اوضه مجهزه لينا، بس الغريب اني اول ما دخلت الاوضه دي واحد من زمايلي اللي كان اقدم مني نصحني ان انا لما ادخل الاوضه اقفل الباب من جوه، ولو حصل اي حاجه يعني ما يخافش يعني، واقرا قران كتير. الأوضة اللي هنام فيها كانت قريبة من قسم الحالات الحرجة، ودي بتبقى الحالات يعني اللي ميؤوس للأسف من شفائها. أول ليلة كانت ليلة عمري ما أقدر أنساها، يومها حسيت إن في حد بيشد البطانية من عليا وأنا نايم. أصحى ألاقي مفيش حاجة، أرجع أنام الموضوع يتكرر تاني، اتكرر 3 مرات. قمت شغلت التليفون على القرآن ونمت، ومر كذا يوم وبعد كده بقيت ألاقي خبط جامد على باب الأوضة في المستشفى بطريقة تخوف، كأن في حد محتاج حاجة ضروري. او مفتح ما لقيش حد. الكلام ده ما كانش بيحصل غير بالليل بس. الاول قلت هو في حد بيخبط ويجري. خرجت في مرة من المرات ولسه بتحرك علشان اشوف مين بره، طبعا ما لقيتش حد، لكن وانا بره ببص على الباب بتاع الاوضة بعد ما قفلته، الباب بيخبط من جوه. الموضوع اتعكس، الخبط جاي من جوه الاوضه عندي،
أيقنت إن في حاجة مش طبيعية فعلا. آخر موقف بقى، كنت في يوم قاعد سهران حسيت إن أنا مش قادر أخد نفسي، مكتوم مخنوق، عايز أنادي على حد يساعدني، بس حسيت إن أنا متكتف في السرير شوية لحد ما قدرت أتحرك بالعافية. لما قدرت أتحرك بالعافية لمحت على الأرض، زي ما يكون حد كان في الحمام مثلا ورجليه غرقانة مية وحافي وماشي على الأرض. شفت طبع رجلين على الأرض من السرير عندي لحد باب الأوضة. والتجربة كمان معانا. مساء الخير أستاذ أحمد يونس، اسمح لي أدخل في الموضوع مباشرة. والدتي توفاها الله من فترة طويلة وأنا وحدانية وعايشة مع والدي علشان أخدمه لأنه كبير في السن. بس أنا لاحظت أن والدي في الفترة الأخيرة بقى غريب جدا. أنا بصراحة بدأت أخاف منه، خصوصا بعد ما اكتشفت أنه اشترى شوية كتب من بتوع السحر. في أوقات كتيرة لما أدخل عليه أوضته ألاقيه عمال يتكلم مع ناس مش موجودة. في الأول قلت احتمال ده الزهايمر أو تخريف أو شيخوخة وكبر سن، لكن في كل مرة كنت بحضر له الأكل وقبل ما يأكل كان بيبص على الأكل وبعدين يبص في اتجاه معين في الأوضة ويقول أكل عادي ولا الأكل ده في حاجة، وبعد لحظة يقول حاضر ويأكل. أحيانا كان بيطلب مني تغيير الأكل، والغريب كمان أنه كان بيصمم أن الأكل يكون كله من غير ملح. أنا بدأت أقل عليه وقلت له بابا لو حاسس أنك تعبان تعال نروح المستشفى. كان بيضحك ويرد ويقول لي أنا مش تعبان خالص، أنا صحتي أحسن من زمان بكتير، ده أنا أحسن ما كنت شاب. كنت بسمع منه الكلام واستغرب. والأيام بتعدي بس الموضوع كان بيزيد كل يوم عن حده. بدأ يزود في عزلته ويتكلم كتير على مدار اليوم مع ناس مش موجودة. أنا بدأت أحس بعدم الراحة وأحس بضيق شديد في صدري طول ما أنا في البيت، ولما أخرج من البيت أشتري حاجة أحس إن أنا خارجة من السجن، خارجة من القبر. بدأت أحس بالليل لما أدخل عشان أنام إن السرير بتاعي سخن ودافي في عز التلج، كأن كان في حد نايم عليه. كنت عاملة جمعية علشان أشتري لوازم جهازي عشان لو اتقدم لي حد أبقى ساعدت وساهمت. نفسي أفرح زي أي بنت يعني. لما استلمت الجمعية جات لي فكرة وقلت في نفسي أنا هطلع بابا عمرة، أبويا أولى، يمكن يقرب من ربنا ويبعد عن اللي بيعمله ده، ويمكن ربنا يهديه، لأنه أولا وأخيرا أبويا وعادي هدخل جمعية تانية. أخدت الجمعية ورحت بسرعة علشان أفاجئه وفرحه. اللي حصل إن أبويا أصيب بثورة غضب، فضل يزعق وشتمني وعينيه جحظت لبره وفضل يبرق جدا. انا كنت حاسه ان عينيها تخرج من وشه من كتر ما هي بارزه لبره، وفضل يصرخ ويزعق بشكل غريب وقال لي انا مش هروح المكان ده ولو فتحت الموضوع تاني هزعلك. انا من الخوف سبته وجريت ودخلت اوضتي وقفلت عليه الباب. بعد ساعتين لقيته بيخبط على الباب وبيطلب مني ان انا سامحه. ما ردتش عليه وما فتحتش الباب. انا عارفة يا يونس ان ابويا بيعمل حاجة كبيرة بتغضب ربنا، بس ما عرفش ايه اللي جراله على كبر وانه يفكر يدخل في السكة دي. يا ريت يا احمد تنصحني اعمل ايه بالظبط، وخلي اللي بيسمعه ينصحه. طيب انا نصيحتكم ياريت تدخلوا على جروب عائلة احمد يونس حالا على فيسبوك، لان صاحبة التجربة مؤلمة جدا. الجروب اتأكد بس انه فيه فوق 148,000، اي عدد تاني ده مش جروب رسمي، وقولوا لصاحبة التجربة تعمل ايه. انا هنصحك، انتي هو مش هيرضى يتعالج، هو رافض، امشي من البيت. انا مش هزين الكلام ولا هجمله، انا والدك دخل في سكة ربنا يهديه بقى. لو ليكي قرايب ابعدي،
لان انا مش ضامن يا بنتي الاذى, انت اللي هتتاذي. وهو اللي اختار السكه دي, وطالما هو اختارها هو هيكمل فيها. او روحي بقى لحد من كبارات العيله واحكي لهم اللي حصل, وعلى اساس ان هم يحاولوا يقنعوه يبطل, بس مش هيبطل صدقيني, هو للاسف مش هيبطل. سامحيني ان انا بقولك تكوني سلبيه, بس انا بقولك انفدي بجلدك, روحي اقضي عند اي حد من قرايبك. انا معرفش انت بتجهزي نفسك, انت فعلا مخطوبه ولا باعتبار ما سيكون. انا بدعي لك ان ربنا يسترها عليكي وتتجوزي وتخرجي من البيت ده خالص. انتوا كمان قولوا لها رايكم. الجروب بتاعنا هو عيله احمد يونس, زي ما بقول لكم هو في فوق ال 148,000. ادخلوا واكتبوا لصاحبتنا رايكم تعمل ايه. أمير جلال. من فترة مش طويلة واحد صاحبي جاب لي علبة فيها بخور, بقيت كل يوم لما أرجع من شغلي وأدخل الأوضة أولع عود بخور, لكني بدأت ألاحظ حاجة غريبة بتحصل وقت ما أولع عود البخور ده. هوا شديد بارد بيقرب مني في الأوضة, وكل مدى الهوا يقرب من وشي كأني في تكييف قصاد مني, رغم أني قافل الباب والشباك والبلكونة كويس. بقيت مستغرب الهوا ده جاي منين. كمان بدأت أسمع همس وأحس أني في حد معايا في الأوضة, واشوف حاجة زي فلاش كده كاميرا. وبالليل لما ولع البخور بالليل, ليه بتولعه بالليل هتسألني, عشان عايز ده يحصل. بقيت اسمع ناس بتتكلم. لما بقيت اطفي البخور كنت بحس بخنقة شديدة. طلبت من زميلي يجيب لي البخور ده تاني, وجاب لي علبتين. طلبت منه يجيب لي 12 علبة غيرهم, وبدأت أولع البخور طول ما أنا موجود في البيت, وبدأت أولعه أكتر بالليل وأنا مضلم نور الأوضة, وأنا بستمتع بالكلام اللي بيتقال لي والهمس اللي بسمعه. علاقتي بأمي وأخواتي باظت, بقيت عصبي جدا, بقيت بحب العزلة بشكل مخيف. الوقت اللي بنام فيه مش أحسن حاجة, طول ما نصاحي ومولع البخور ده أفضل وأحسن حاجة. انت عارف ان انا لما كنت بروح اي مشوار كنت باخد عود بخور معايا اولعه في المكان, زي المدمنين اللي عايزين البودرة وعايزين الجرعة. ايوة, امي لاحظت وقالت لي, هو انت ليه بتولع بخور على طول, يعني مش من عادتك. قلت اي كلام وقلت اي مبررات, لكن انا بسمعهم بيتكلموا, انا بسمع رسائل بتتقلي, وبسمع حاجات هتحصل لي, ومش هتحصل لي انا بس, هتحصل لناس حواليا. من ضمنها يا يونس هقول لك حاجه هتحصل لك انت تحديدا. انا مش عارف اقول لكم اللي هو كتبه ولا ايه. هقوله, يونس انت في حادثة قريب هتحصل لك, مش كبيرة ومش صغيرة. سامحني ان انا بقول ده, وما تقولش علي ان انا بفاول عليك, بس انا بقول لك اللي انا سمعته. ولو في دماغك اسم اي حد يا يونس ابعت لي وانا اقول لك هما بيهمسوا وبيقولوا لي هيحصل له ايه. خلصت تجاربنا النهاردة من تجارب حقيقية, وخلينا اقول لكم اخر حاجة هنختم بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كذب المنجمون ولو صدفوا أو ولو صدقوا.